السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ اشمعنى ان انا تعبان ان انا مش هنزل لكم فيديوهات؟ انا على قلوبكم لحد ما اموت. بما اني رافع شعار ابطلها لحد ما نبطلها، فانا قاعد وهنزل لكم فيديوهات. والله لو هشيل 2.5، والله لو هلعب ودان ورقبه، هي مش ودان بس مش مشكله، نمشيها ودان. النهارده هنفرتك الكتف بس مع السلسله الجديده، فرتكها بس بشويش. يلا بينا. تستكفاش، ما تقولش كفايه، ما تقولش خلاص. في جاي احسن من اللي فات واحسن من اللي انت عايشه دلوقتي. اول، ازاي تسخن كتفك لو انت متصاب او لو راجع من اصابه او لو مش عايز تتصاب. واللي هيجي يقول لي ازاي لو انت متصاب؟ يا حبيبي، ما انت ممكن يكون عندك اصابه خفيفه او اصابه مزمنه، بيبقى عندك اصابه بس بتتمرن عادي. تعالى بقى اقول لك، اول حاجه هنسخن العضلات مع المفاصل. بما اننا الجو ساقع فهنسخن دقيقه كده ودقيقه كده ودقيقه كده ودقيقه كده ودقيقه كده ونعكس ودقيقه كده. قد ايه بقى؟ مجموعتين ثلاثة أربعة لحد ما تحس ان كتفك سخن وهيستحمل التمرين بتاعتنا. يلا بينا. تمرينة الكتف بتاعتنا تمرينة كاملة، هنتمرن أماميات، جانبيات، خلفيات، ترباس. أول تمرين هبدأ رفرفة جانبي، وزنه قليل، عدد كتير، أضخ أكبر كمية دم. كالعادة اللي متابعني هيعرف إن أنا بصور أول مجموعة وآخر مجموعة علشان تعرفوا الأداء من الوزن الخفيف لحد ما بوصل للوزن التقيل. فإحنا كده اول دور بنعمل فيه 50 60 70 عدة براحتنا خالص. الغرض من السلسلة اللي جاية دي ايه؟ انك حتى لو تعبان حافظ على العضلات اللي انت عملتها، ما تضيعهاش. انت وصلت المجهود ومستوى كويس، اوعى تبطل، اتمرن على قدك. دي اخر مجموعة، وزن مش تقيل، مش الاوزان اللي انتوا كنتوا بتشوفوني بلعب بيها، بس انا هخلي الوزن ده بالنسبة لي تقيل، اللي هو هعتمد على الحركة البطيئة، اركز اكتر واجيب العدد اللي العضلة فيه تفشل. لازم نركز على النفس وهو داخل وهو خارج، ما نكتمش. اوكي. احب اقول لكم ان اي تمرين في الكتف الجانبي بيشغل امامي، واي تمرين امامي بيشغل جانبي. الفكره هنا بيشغلها بنسب قد ايه؟ مثلا كتف الجانبي بيشغل كتف جانبيه الكتف بنسبه مثلا 70% والامامي 30%. نيجي مثلا على التجميع الجانبي، تمام؟ هو مش بيشغل جانبيات بس، لا بيشغل جانبي وامامي، بس هو سمي جانبي لان هو بينزل بجانب الرقبه، جانبي بالجنب، بينزل بالجنب كده. البار الخلفي سمي بار خلفي مش عشان بيشغل الكتف الخلفي، لا، ان هو بينزل خلف الرقبه. والامامي مش عشان بيشغل امامي، لا، ده عشان بينزل امام الرقبه. فسيبك من المصطلحات دي. كده احنا لعبنا زاويه، شغلنا كتف الجانبي اكتر من الامامي. تعالوا بقى نلعب زاويه نشغل الامامي اكتر من الجانبي. هنبدا بوزن تقيل عادي، لان كده كده الامامي اشتغل وانا بلعب رفرفه. طب الوزن ده خفيف، هنعمل ايه بقى؟ هنقلل مده الراحه، لو مثلا هنلعب 30 ثانيه، فالوزن كده يتقل عليك لانك مش بتستنى لحد اما العضله ترتاح وتقدر تشيل وزن اكتر. نبدا نخش الدور الثاني. انا اول مره جبت 15 وكانت مرتاح عشان ما ريحتش فتره كافيه. خمسة ستة ثمانية تسعة عشرة، لعبت 10 عدات وتعبت لان ما ريحتش. بعمل ضغط على العضله وبرده مش هرتاح فترة راحة كافية، وهخش انا مش عايز اشيل اوزان تقيلة بس برضه هوصل العضل للفشل. يلا تالت مجموعة. بتتقل تدريجيا. لاست وان.
خلاص كان زمان كنت بعمل كده في تلاقي عضلات، دلوقتي خلاص ولابس واسع عشان ما تاخدوش بالكم من الكرش. بس انتوا محنكين وهتاخدوا بالكم. شايف الكرش احمد؟ شايفه؟ شايفه صح؟ شايفه؟ شايف الكرش؟ اربع مجاميع. طبعا انا برزع الاوزان بصراحه، ما يعني شغل حاسس على الدمبل، مش متعود انا يا جماعه الكلام ده. بس معنى كده انا بحترم الناس طبعا، بحترم الجيم اللي انا فيه، بس طاقتي بتبقى خلصت، ببقى عايز ارمي، عايز اجري كده. خلصنا تاني حركه، نروح على تالت حركه. الحركه التالته هنستهدف الزاويه الجانبي والزاويه الامامي. وبرضه مش هنريح كتير. امتى تريح كتير؟ لو انت عايز تشيل وزن اتقل او تسجل رقم، فبتريح عضلاتك ممكن دقيقتين وساعات بتوصل لثلاثة، وساعات لما تبقى عايز تحطم رقم قياسي بتوصل لاربع دقايق راحة، لان اقل من كده العضلة ما ارتحتش، فمش مش هتدي الاداء اللي انت عايزه. فاحنا كده بنضغط. الوزن مش تقيل والكتف مولع، انت عملت اللي انت عايزه. الوزن تقل، العصرة بتجاب بالعافية. اللي انا بعمله ده مش فاهم، وانا ايه بحارب ايه يا اخي؟ اللي انا بعمله ده صحيح ايه ده؟ صدمة كبيرة جوا القلب. يلا دور الرابع. تسعة ومش قادر. تعالوا بقى اقول لكم على احسن تمرين كتف جانبي في العالم. نزل الكيبل كده، وزن خفيف اهو. عارفين الرفرفة الجانبي؟ سهل جدا انك تلعبها، لان اصلا من هنا لهنا مفيش اي مقاومة. لو شايل 50 كيلو دمبل تطلع من هنا لهنا طبيعي عادي، فالمقاومة بتبدأ من هنا، بدأت تتقل اهي، تقلت تقلت. فأنا كنت عايز تمرين يجيب لي من الأول للآخر، المعاناة تبدأ من الأول للآخر. فبمسك دي كده، وزن قليل يا شباب، وقف كده أهو. بص بقى هنا المقاومة فين؟ المقاومة من أول هنا، فأنت كل ده تعبان، فدي تعتبر عدة كاملة. واحد أهو، اتنين، ممكن تعملها كده على فكرة وأنت واقف، وممكن تميل كده. تسعة، عشرة، طب أنا قادر، إيه أقف؟ لا أكمل. 11، 15، الناحية التانية. أوكي. أربع مجاميع، وقت راحة أقل بنفس الأداء ده. تمرين مهدور حقه في الكتف، يستحسن إنك تقفل بيه الجانبي مع الأمامي، لأنه كمان بيشغل خلفية وهيشغل لك ترباس. فنلعبه كالآتي: سحب، نمسك قبضة واسعة ونطلع كده. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، راحة برضو مش كبيرة. الغرض من الراحة اللي مش طويلة انك بتضغط على الألياف العضلية. نلعب تاني يلا. طبعا لو انت عندك مرونة هتطلع اكتر، انا للأسف مفيش مرونة فده اخري. دورين كمان بنفس الاداء ده، ويلا عشان هنلعب خلفيه كتف. خلفيه الكتف ما بلعبهاش غير حركه واحده بس، ده عشان هي اصلا بتشتغل في يوم الظهر وهي عضله صغيره، فمش منطقي ان انا ارهقها يعني. ركز معايا من الاخر كده، مش هيبقى عندك ترباس خرافي وطالع كده زي البيل جولدبرج الا لما تعمل حاجه. هتبدا طبعا خفيف بالتكرار بتاعك وتلعب بوزن تقيل قوي، غير كده انا عن نفسي ما شفتش نتيجه بصراحه.
فانا هبدا زي ما ببدا، وزن خفيف، تكرار كتير، وهطلع تدريجيا. وطبعا مش عايز افكرك ان ترباسك يوصل لودانك. بقى تلعبوا دمبل بار امامي، تلعبوا خلفي، فكلها زوايا مختلفة بس النتيجة واحدة يعني. وزي ما قلت لكم الدور الجاي زودنا 20 كمان. اوكي. رابع مجموعة هيبقى بوزن، هو مش تقيل قوي يعني بالنسبة للأداء الحركي للتمرين ده، يعني مثلا ال 80 كيلو دول ما بيتقارنوش مثلا لو شلتهم شيست أو كتف طبعا. بسم الله. اوكي. ودي كانت اقوى واخف تمرينه في السلسله الجديده فرتكها بشويش او فرتكها بالراحه، انا مش فاكر بصراحه قلت ايه اول الفيديو، بس يعني فرتكها بشويش او فرتكها بالراحه، المهم انك تفرتكها. كان معاكم رامي عادل. صحيح، عجبك الفيديو لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واي حد عنده استفسار يسيبه في كومنت. كان معاكم رامي عادل، سلام عليكم.